السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في قناتي مع الجديد. اليوم غادي نقدم لكم واحد لو بلا ديال ايمان سي دو بولي دو فولاي بواحد لاصوص بلونش كتجي خفيفه وجديده بلا كريم فريش ني فرماج. يعني ما غندير فيها لا كريم فريش لا فرماج، كتجي خفيفه ولذيذه. وغنرافقها بخضره صوتي كيف ما كتشوفوا. وغادي ندوزو دابا للتطبيق، لانه بلا ما نبدا نوريكم المقادير بوحدهم والتطبيق بوحدو، فغادي ندوزو ديريكت للتحضير ديال ايمان سي دو فولاي. كيف ما كتشوفوا تنقطعوا شرائح متوسطه ووضعتو في مقلاة اللي فيها شويه ديال الزيت، وغادي نخليه حتى يتشحر وحتى يولي اللون ديالو تقريبا ذهبي. غنضيف لي شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار فقط. انا كيف ما تتشوفوا معايا حتى كينشف تقريبا وكيبدا يتحمر شويه، صافي كنحيدو من فوق العافيه. في نفس المقلاة اللي شحرت فيها شرائح ديال صدر ديال الدجاج، غادي نوضع واحد شويه ديال الزبده والبصله اللي كتكون مشلضه رقيقه تقريبا كيف ما تشوفوا معايا. غنخليها حتى تدبل، دائما البصله كتبغي تاخذ الوقت ديالها حتى كتغير اللون ديالها حتى كتدبل عاد باش غادي نضيف باقي المكونات. هنا عندي معلقه ديال الفورس الدقيق الابيض، غادي نحركه واحد شويه حتى كيتحمص مع البصله. من بعد كنضيف معلقه كبيره ديال مطيشه الحك اولا الطماطم المركزه، وكنخليها حتى هي كتحمص شي شويه مع البصله ومع داك الطحين، غير شويه ماشي بزاف، واحد 5 دقائق. من بعد كنضيف كاس كبير ديال الحليب تقريبا شي 100 غرام، اولا كاس ونص ديال الحليب ديال بلعبرة العنبة. بالمثل بالنسبة لبويون ديال الدجاج، كنظن يعني سبقت وريتكم البويون ديال الدجاج باش كنسمو. دائما صراحة كنخليوه في الثلاجة، كنحتاجوه كنلقاوه موجود. هنا من بعد كتبدا تختار ليا ديك الصلصة كيف ما كتشوفوا، وغادي نوضع معلقه صغيره عامره ديال بودره الثومه. الا ما كانش عندكم ممكن كديروا واحد ريسه الثومه في الاول مع البصله. ودابا غادي نضيف شرائح ديال الدجاج ايمان سي دو فولاي، وكنخليهم واحد مده 10 دقائق فقط. صافي ها هو وجد ليا ايمان سي دو فولاي مع لاصوص. دونك كيف ما قلت لكم هي صوص بلونش، صوف كتعطي داك اللون لانه درت لها طوماط مركزه. هنايا خديت واحد المقلاه وضعت شويه ديال الثومه وشويه ديال المعدنوس وشويه ديال الزبده اللي غادي نسوطي فيها الخضره. عندي هنا خيزو، عندي اللوبيا، وعندي بطاطا، وعندي البروكولي. طبيعة الحال كنكون سالقاهم. فكان نخليهم واحد مدة 10 دقائق فقط
وتنحيدو من فوق النار. كنتبلهم بشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. ودابا غادي ندوزو للدريسينغ ديال البلا ديالنا. هنايا كنوضع الخضره اللي عندي، ثم غادي نوضع لي مانسي بولي لا دفولاي، شرائح صدور الدجاج بالصوص بلونش او لاصوص غوز، لانه مع الحليب ومع الطوماط عطاتنا واحد لاكولور زوينه، وصراحه كيجي طبق زوين وخفيف ولذيذ. وكيف العاده ما تنسونيش من لايك بارتاج، وبالصحه والراحه، والى وصفه قادمه ان شاء الله. الى اللقاء.